بنرحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي خلينا نروح بسرعة جدا لمنة عشان تقول لنا آخر أخبار الطقس وهيئة الأرصاد بتقول إيه النهاردة. يعني جو برد شويتين صح يا منة؟ إحنا اتفقنا إنه برد ومستقرين على إنه برد. إحنا مستنيين رايحين على فكرة إنه برد. درجات بقى. خلاص بقى نقول الدرجات النهائية بقى عشان برد لأي درجة. قلت لك الدرجات النهائية يعني مش ما بصراحة ما قدرتش أمسك نفسي. تطلب منك الدرجات النهائية اتفضلي. مش معانا اسم كل مشاهدينا. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. لكن بالليل الطقس هيكون شديد البروده على كافه الانحاء، بيوصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. النهاردة كمان هيكون في أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة. خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 15 والصغرى 8، الإسكندرية 15-8، مطروح 15-7، سيوة 14-3، بورسعيد 16-7، دمياط 15-8، الإسماعيلية 16-7، السويس 16-7. طابة العظمى فيها 17 والصغرى 10، العريش 14-7، كاترين 10 بتوصل لحد التجمد 0 الصغرى، شرم الشيخ 20 والصغرى 12، الغردقة 19-12، الفيوم 15-4، بني سويف 15-4، والبنيا 15-5. أسيوط العظمى فيها 15 والصغرى 5، سوهاج 16-5، قنا 17-5، الأقصر 19-6، أسوان 20-7، الوادي الجديد 18-5، شلاتين 24 وهي الأعلى النهاردة في درجات الحرارة، والصغرى 10، أما حلايب العظمى فيها 22 والصغرى 10. نرجع تاني لجمانة والحسام هيكملوا كلام برضو عن البرد. اتفضلي حسام واتفضلي جمانة. شكرا جزيلا يا منه.